لمناقشة ازدياد الإصابات بفيروس كورونا في العراق مع انتظار العالم لموجة ثانية لفيروس أشد وطأة والتدابير التي تتخذها الحكومة في العراق للحد من انتشار الفيروس، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الطبيب العراقي الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، مرحبا بكم. يعني مع تواتر حديث الدوائر الصحية العالمية عن موجة جديدة أكثر شراسة من الموجة الأولى لفيروس كورونا، ما الاحتياطات والتدابير التي يجب على الحكومات اتخاذها لمواجهة الموجة الجديدة؟ تفضل دكتور. تحية لك أخي وللمشاهدين الكرام. بداية، هذه التدابير هي حقيقة تدابير كثيرة وتتضمن فقرات أيضا كثيرة، لكن محور هذه التدابير هو الحفاظ على التباعد الاجتماعي بشكل مقبول، بالإضافة إلى زيادة مستوى النظافة لدى الفرد ولدى المجتمع عموما. هذا يلخص حقيقة، بالإضافة إلى أيضا بعض التدابير الأخرى التي يجب اتخاذها بالأماكن العامة والأسواق والدوائر الحكومية والدوائر الخدمية، فهذا كله حقيقة يتعلق بنظام اجتماعي واعي يبعث على الطمأنينة ويبعث على الحد حقيقة من انتقال العدوى بين الأشخاص، ولا سيما في البلدان التي تعاني من أعداد كبيرة من الإصابات اليومية، الأعداد استثنائية حقيقة في بعضها. نعم. وهذا يعني مجمل التدابير الواجب اتخاذها. دكتور، على ذكر التدابير، كما تعرفون العراق هذه الفترة يشهد تجمعات دينية في بعض المحافظات، لكن هل ترى أن الحكومة اتخذت تدابير التي ذكرتها للحد من انتشار الفيروس من خلال هذه التجمعات؟ أخي الكريم، الحقيقة الوضع يعني صادم لكنه بنفس الوقت متوقع، لأنه الحكومة ليست مكترثة بالجانب الصحي ولا هي يعني أعدت العدة اللازمة والكافية لمواجهة هذا الخطر الفتاك الحقيقة الذي يهدد حياة الناس، الصغير والكبير، الفقير والغني، بكل الأحوال الجميع مهدد. لكن مع الأسف الشديد الحكومة غير آبهة لهذا الموضوع، والتدابير المتخذة، عدم الالتزام حقيقة بهذه التدابير، عدم التزام الحكومة والجهات الصحية والحكومية المعنية بهذه التدابير يسبب بالضرورة أو بالنتيجة الانتشار الأكبر. هو تفشي لكن أصبح وباء، وهذا الوباء فتاك وسريع العدوى، والضحايا بالآلاف يوميا مع الأسف الشديد، سواء المصابين أو الذين حتى فارقوا الحياة. اليوم في العراق لدينا أكثر من 7,050 حالة تقريبا وفاة في العراق، وهذا عدد حقيقة ينذر بكارثة في البلاد. بنفس الوقت هو يعكس مدى التهاون الحكومي في توفير المستلزمات الضرورية للوقاية والعلاج من هذا الوباء الخطير. دكتور أيمن، وزارة الصحة في العراق يعني سجلت اليوم 81 حالة وفاة وأكثر من 3,400 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد فقط، لكن هل تتوقع زيادة أعداد المصابين خلال المرحلة المقبلة أو الأيام المقبلة؟ مع الأسف الشديد أخي الكريم، الإصابة تزداد مع ازدياد الاختلاط، الإصابة تزداد مع التعرض للأسطح الملوثة بالفيروس، الإصابة تزداد مع الاكتظاظ السكاني والتواجد
وعدم التباعد الاجتماعي، الإصابة تزداد مع انخفاض مستوى النظافة، الإصابة تزداد مع غياب الخدمات الصحية، الإصابة تزداد مع النظام الصحي المهترئ والمتهالك، وهذا هو حال النظام الصحي في العراق. فكل مع الأسف الشديد كل العوامل التي تؤدي إلى يعني أن يكون هذا الوباء فتاكا أكثر وأكثر هي نجدها في العراق مع الأسف الشديد في دكتور، الحكومات غيرها بها. هناك أيضا يعني الفيروس انتشر ربما بين الكوادر الطبية. على سبيل المثال الحصر، نقابة الأطباء في البصرة أعلنت وفاة 7 من الكوادر الطبية. السؤال هنا الذي يرد إلى مسامع المواطنين، لماذا تتزايد أعداد الإصابات بين الأطقم الطبية؟ ما السبب في ذلك وأنت طبيب؟ أخي الكريم، الكل يعلم أن يعني الخط الدفاعي الأول هو في مواجهة هذا الوباء هو الطواقم الطبية، سواء الأطباء أو الممرضون أو كل العاملون، كل العاملين في داخل المستشفى. فهذا تحصيل حاصل مع زيادة عدد الإصابات وزيادة يعني بالآلاف يوميا. هؤلاء طبعا جرى تشخيصهم داخل المستشفيات وتمت التعامل معهم، تم التعامل معهم من قبل الطواقم الطبية المتواجدة حقيقة، والتي تبذل قصارى الجهد في سبيل الحد من هذا الوباء. لكن مع الأسف الشديد بالنتيجة لدينا ارتفاع ملحوظ في الإصابات والضحايا بين صفوف الطبية والتمريضية وحتى الفنية العاملة داخل المستشفى. عبر سكاي من عمان الطبيب العراقي الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لكم.